إلا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا إلا
إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه Thank you.
وما تحت الثرى
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله
هل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد استمع لما يوحى
فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. استمع لما يوحى
اخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي يفقه قولي
نسبحك كثيرا نسبحك كثيرا واجعلني وزيرا من أهلي ولا تشدد بي أزري وأشرك نسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أشدد بك أزري Love.
وأوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في كي تقرأ عينها
عيدها ولا تحزن وقتلت نفسا نجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين أهل مدينة ثم جئت على قدر وقتلنا نفسا فنجيناك من وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله 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 هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي
الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
عبدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما عبادي وادخلي جنتي.
صدق الله العظيم. اللهم اغفر لفقيدتنا، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها، اللهم اوسع مدخلها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها نورا يمينها نورا عن يسارها نورا ببركة القرآن العظيم. اللهم شفع فيها القرآن، شفع فيها الصيام، شفع فيها صالح الأعمال، شفع فيها الحبيب المصطفى العدنان، وقبل شفاعتنا فيها يا حنان يا منان. اللهم لا تفتنا بعدها، تحرمنا أجرها، اغفر لنا ولك، اغفر لنا ولك ولسائر المسلمين والمسلمات. آمين آمين. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة واستشفاع بالقرآن العظيم. تغفر لنا وللمتوفي وللحاضرين، ونقول ربنا أتم نورها علينا وتوفنا مسلمين. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الشفيع يعقوب الكرو المقيم بمدينة الاسكندرية، كبرى مخازن الفراشة والإنارة. قدمناها لكم من مخازن ومحلات الحج سعد شوقي، ونيابة عن نصرة الفقيدة. شكر الله وسعيكم جميعا، وما أراكم الله مكروه في عزيز لديكم، سائلين المولى أن يغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.